قدرة الاستيعاب للشبكات الموجودة ضمن العاصمة بغداد. شبكة العاصمة بغداد مصممة على استيعاب 24 ملم. كان المتوقع السقطة المطرية تكون أكبر، فكان عندنا استنفار تام لكل كوادر أمانة بغداد ابتداء من السيد أمين والسادة الوكلاء وأشراف المدراء العامين للدوائر البلدية والدوائر الفنية على قواطعهم، مقسمين على 14 قاطع دائرة بلدية وقسمين. نتيجة اللي قلت لك التوقع أن السقطة المطرية تفوق استيعاب الشبكات والخطوط الناقلة اللي موجودة. هكذا سقطات تحدث في فترات زمنية متباعدة، يعني ممكن كل 10 سنوات تسقط هكذا سقطة مطرية. سقطت عندنا سقطة مطرية 42 ملم على مدار 9 ساعات، مطرت من يوم أمس الساعة 3 مساء إلى غاية الساعة 12 ليلا. استنفرت كوادر أمانة بغداد أعمالها وكافة إجراءاتها من محطات مجارية، من خطوط محطات حاكمة تقوم بإدارتها دائرة مجاري بغداد، والمحطات الفرعية اللي تقوم بها الدوائر البلدية. تقريبا تم السيطرة على السقطة المطرية وأوشكت على الانتهاء إن شاء الله.